كانت قصتنا على بناتها اللي اها يمارسوا رياضة، يمارسوا رياضة يوم الجمعة، ما ذكرتناش فقط إلا كانت أيام أخرى جمعة وثلاثاء جمعة مرتين في الأسبوع. مرتين في الأسبوع، تمام. وراهم ياخذوا هذيك الخلطات على حسب واش قالت لي، ممكن أنه راهم يحاولوا أنه يزيدوا في الوزن، لأنه راهم يستعملوا خلطة شوفان، الشوفان ياكلوا مع الأرز الموز أيضا. مع الرز، يعني عم يحاولوا يخدموا على الجسم نتاعهم. انا شايفه اسكو راهم في مرحله، واش من المرحله اللي راهم فيها في الرياضه، لكن الاكل تاعهم والطريقه اللي يعتمدوا عليها في الاطباق هي على حسب الهدف اللي راهو عندهم في الرياضه. اذا كانوا حابين ينقصوا من الوزن تاعهم ولا يزيدوا، يعني حسب، لان الرياضه كل واحد على حسب الهدف تاعو في الرياضه. كاين اللي يمارس رياضه باش يخفض الوزن، وكاين اللي يمارس رياضه باش يزيد الوزن. اذا كان هدفهم زياده الوزن هو انه نحاول اني نخلي الاطباق تاعي بلو ريش وبلو كالوريك. كيفاش نخليها بلو ريش وبلو كالوريك؟ انه نستعمل مثلا، نحاول اني نخلي دائما قطعه من البروتين عندي، لكن ننوع في المصادر تاعو. نقدر مثلا انه نعطيهم قطعه تاع دجاج ولا قطعه تاع سكالوب كما هي قالت، لكن نضيف لهم معاها انسوب تاع العدس فريال، نضيف معاها انسوب تاع الفاصوليا. نقدر كذلك نحط لهم البذور في السلطات تاعهم، بذور الشيا، بذور الكتان، بذور الكتان، هادو كامل نقدر حتى المكسرات نطيب لهم، نقدروا نزيدوهم في السلطه. ممكن ايه نقدروا نزيدو، مثلا انا شخصيا نزيد الجوز في السلطه مرات لما يكون انا ايضا انا لديها الجوز في السلطه ولذيذ جدا، يعني لذيذ جدا، حتى انه مصدر ثاني للبروتين، يعني ما نعتمدوش فقط على مصدر واحد، لانه هذا الشيء راح يتعب الجسم تاعنا. هذه قلنا في حاله ما اذا كانوا رايحين يزيدوا في الوزن، نعتمدوا على البروتينات ونعتمدوا على دي سورس انرجيتيك يكونوا طالعين اكثر. يعني يحاولوا انه مثلا لما يعملوا العصائر يديروا فيها الملعقه تاع العسل. الطبخ تاعهم طبعا لازم دائما في الطبخ تاعنا، يعني حتى في البروتينات نقطه مهمه اللي راني تفكرت هذوكا، لما نساوي البروتين تاعنا نطبخه ما نخليش حتى يحمر اذا قليته ولا شويته، يعني نحاول اني نحافظ على اللون الطبيعي تاعو. كاين ما يحبوش ياكلو هكاك، يعني يستحسن انه ما نخليهش، يعني اذا حطيته وحبيت يكون فيه متيغرا ندير له غير شويه تاع زيت الزيتون، ولا فقط اني نرش الزيت على المقله تاعي وما نحمروش، ماشي حتى يتحمر، لانه متى ما بدا يتحمر تبدا التركيبه تاع البروتينات تتكسر، وما عادش نستفاد الطريقه اللي راني حابها من الاكل اللي ناكل فيه. في حاله ما اذا كانوا البنات في مرحله تخفيض الوزن، اذا راهم يخفضوا في الوزن يستحسن انه يعتمدوا على السلطه اكثر، ينقصوا في لابورسيون شويه تاع النشويات، انه ما ياكلوش الخبز بزاف، ما ياكلوش، يحاولوا يخليوا فقط كميه صغيره تاع الرز ولا الرز ولا ليبات ولا واش يكون متوفر كمصدر نشويات. اهم شيء انه الطبق تاعهم يكون متوازن، هذه هي اهم حاجه، سواء في زياده الوزن ولا في تخفيض الوزن يكون الطبق متوازن. زياده الوزن فقط نزيد مصادر اخرى، اللي ممكن اني نزيد لي زولياجينو، نزيد المكسرات، نزيد في الكميه شويه تاع النشويات، نزيد في الفواكه تاعي كذلك، نزيد لي بورسيون تاع الفواكه، عكس ما هو لما نكون في حاله تخفيض الوزن.